ولا زلنا في لبنان، حيث شيع الآلاف جثامين صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من مرافقيه في جنازة حاشدة في بيروت، وحتى مقابر الشهداء في مخيم شاتيلة بالعاصمة بيروت. من جانبهم ندد المشاركون في الجنازة بالعملية الإسرائيلية التي نفذت في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت مساء أمس الأول، حين تم استهداف العروري ورفاقه بصواريخ موجهة في مبنى سكني بالعاصمة اللبنانية. تم الجيش البغي